أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله دعم الكويت لجهود ودور الأمم المتحدة في كافة القضايا المتعلقة بتحقيق السلام والأمن الدوليين. تصريح الجار الله جاء على هامش حضوره الاحتفال بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذكرى 70 لإعلان الميثاق. نتفاعل مع الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق علاقتنا وثيقة وتاريخية وحيوية ومهمة مع الأمم المتحدة، وستبقى هذه العلاقة التاريخية المتميزة مع الأمم المتحدة، وسنواصل دورنا في المحافل الدولية في أروقة الأمم المتحدة لدعم هذه المنظمة الدولية العريقة. ونتمنى في هذه المناسبة أيضا أن تطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها وبدورها التاريخي في الحفظ الأمن والسلام في المنطقة. إن التزام دولة الكويت بالعمل الإنساني والتنموي ليس بجديد، فمنذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة في عام 1963 لم تدخر دولة الكويت وقتا أو جهدا في سبيل دعم القضايا الإنسانية ودعم دور الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمات المختلفة حول العالم، ولعبت دوراً رياديا في حشد الدعم الدولي الإنساني لمواجهة هذه الأزمات.